العطشان وتصفي نار الحران حلاوتها والعز مليان. انت يا عزه هتخلصي الميه اللي في السد العالي. ما تخافيش الفيضان السنه دي عالي. انا قلبي عليكي هتتاخري على شغلك. يعني اخد الدش معايا واروح اكمل الحموم في الاتوبيس؟ انت حره اذا كان عليا انا مش مستعجله. النور يا صباح النجف على الناس التعب. احلام سعيده وايام مديده. هيلا هو انت وهي انتوا صحيح تتحنجلوا لي كده ليه؟ بنموت فيك. بنحلم بالساعه اللي هناكل فيها من عمايل ايديك. قولوا كده متعسفه. طبيخ مش طبخه النهارده. ايه مش هتطبخي؟ امال هنتغدى ايه؟ اظن هتقولي لنا الفول والطعميه. اب وام الكل جعان. لا خلينا ايتام يا بخت يا بنتي من شبع جعان قلت متاسفه. النهارده لازم افتح العياده بدري وبعد كده هنزل السوق اشتري شويه حاجات للبيت. يلا انت وهي على شغلك وبلاش دلع فاضي. امشي يا فندم. كل فنانات السينما بيتعاملوا معانا. ده احنا احسن محل مكياج في البلد. اي والله. طب ده احنا مكياجنا طازه من على وش القفص. والله يا فندم ده احنا مكياجنا بيخلي البوسه عروسه والعجوزه صبيه والفسيخه مهلبيه. حاضر يا فندم مع السلامه. وريني القفص اللي انت شايله ده يا غلا. الف مره قلت لك الطماطم المضروبه تطلع من باب المخزن الوراني. نفرض في طلعتك دي قفشك حد من بتاع التموين. اروح انا في ابو نكله؟ امشي نجر تاوي القفص ده جوه عندك. كل من كان يشوف شغل. لقيت انشغل بوجع بطنك يا ابو زين ما كوتش. بتقولي حاجه يا مدمزيل؟ لا يا معلم ده انا بصبح. بحث. ده كلام يرضي ربنا يا معلم عيسوي؟ اخد منك قفص القوطه وافتحه في الدكان الاقيه كله مضروب؟ دي تلافيف مخك هي اللي مضروبه. ايه؟ جاي ترمي بلاويك علينا يا جدع انت؟ بتقول ايه يا معلم؟ بقول ان البضاعة دي مش من عندي. المعلم عيسوي عمره ما بيبيع خضار ساكت. يا راجل ده انا لسه شايفه قدامك. شوف غيرته من مين وجاي ترمي بلاويك عليا. اجري اتكل على الله ما تستهبلش عليا. انا يا معلم؟ طب عليا النعمة من نعمة ربي. اما مشيت لعلاك هنا اهو جنب صباية المول. كده يا معلم؟ ما بقاش ابو الروس؟ اني ما فرجت عليك الغايب قبل الحاضر. راجل اتكل على الله اعلم بخيرك اتغابوا. قال بيقولوا عليا ان انا غشاش. قال المعلم عيسوي غشاش. استغفر الله يا معلم استغفر الله. انت مش غشاش وبس ده انت راضع لبن مغشوش يخرب بيتك. بتقولي حاجه مدمازيل؟ قلت بنصبح يا معلم بنصبح. يا دكتور محسن انت هتعمل معروف لوجه الله. انا مش فاتحها تكيف. دي ست عجوزه وغلبانه قوي ما معهاش غير 50 قرش. اللي معوش حق الكشف يروح يتعالج في مستشفيات الحكومه. اتفضلي. يا دكتور. انا مش فاضي. اتفضلي روحي ابعتي لي العيان اللي بعده. حاضر. ويكون دافع الفيزيته. حاضر. معلش يا حاجه الدكتور مشغول قوي النهارده. قومي معايا تعالي. على مين ليه؟ طيب يا بنت. اتسندي عليا اتسندي. بصي في دكتور جنبنا طيب جدا ممكن ياخد منك اي مبلغ تديهوله وبرضه يكشف عليكي كويس. طيب يا بنت ربنا يكفيكي شر المرض. تعالي بصي شايفه الباب المنور ده؟ هو ده. طيب امسك ايدها يا شاطر. ربنا يخليك لك. على مهلك. ربنا يسخطك تمرجي يا دكتور محسن. ها؟ ايه رايكم في الصورتين دول؟ حلوين مش بطلين. ها
يا شيخ بقى زوجي مش بطل ده انا جاني يا ولد. دفعت فيهم كام دول؟ مش كتير 10 جنيه. ايه 10 جنيه؟ ده تمن فرخه مشويه. ده تمن صباع روج. حلك انت وهي، انتوا فاكرين الدنيا فرخه مشويه وصباع روج وبس؟ في ايه احلى من الاكل كويس، الشكل كويس، في الذوق كويس؟ لازم الواحده مننا تخلي كل شيء حواليها يبقى جميل. رايي شيء والله البنت دي بتصرف فلوسها في كلام فاضي. دي بتصرفها زي ما تكون خايفه تعضها لو حوشتها. يا ستي بتكون عايزيني احوش. يا مصبتي وليه لا؟ على الاقل لو كان نفسك تشتري عربيه في يوم من الايام تشتريها. ولا شقه تمليك؟ لا يا حبيبتي لا، العربيه والشقه التمليك دول يبقى يشتريهم لي كل. ايه يا ستي صلى الله ولا بالك. بقول لك ايه؟ بلاش سبت الهباب ده. هو الجواز بقى هباب اهباب وزفت واطرام وطين على كل اللي اتجوزوه. انتوا بتخرفوا وبتقولوا ايه؟ كفايه انك هتبقي تحت امر الراجل يقعدك ويقومك يصحيكي وينيمك وتطبخيله وتغسليله وتخلفيله وترضعيله وتربيله وتكبريله، تشيلي الهم وتعجزي، يبص لغيرك وتغيري عليه وتسهري الليل تكتمي في قلبك وتنطوي على نفسك، يجيله انهيار عصب وتخشي سراية المجانين. أعوذ بالله من أفكاركم. هو اللي هتجوزه لازم يطلع راجل مش كويس؟ افرضي انه كويس هتحبيه وتخافي ان واحده تانيه تيجي تخطفه منك، ينام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري تقفلي الشبابيك عشان ما فيش واحده تبص له وتقفلي الابواب علشان تضمني ان فيش حد يدخل له، هتغيري من زمايله ومن قرايبه ومن اصحابه وتكتمي في نفسك، اعصابك تتعب ويجيلك انهيار عصبي وبرده تخشي سراية المجانين. يعني باختصار مش هتتجوزوا؟ عزة. ايوه مدام. سلمي العلبه دي لمدام اصيل. ايوه بس انا ما اعرفهاش. دي زبونه عندنا من قبل ما تشتغلي في المحل. عنوانها اهو. سلميها البضاعه ورباطي الفاتوره. خلي بالك دي زبونه مهمه قوي وعايزاها تكون مبسوطه قوي. قوي قوي يا مدام، وعلى راي المثل مش وقت امثال. يلا خلينا بعيد خلف. مدام اصيله. ها مالها؟ عايزه اقابلها. يا بختها اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. هي مدام اصيله زمانها جاي؟ هي مش موجوده؟ لا لكن انا موجود وتحت امرك. اصل انا في الحقيقه لازم امشي. لا لا دي مش هتتاخر، حالا جاي يا دوب على ما تشربي حاجه. تشربي ايه يا مدموزيل؟ مش مدموزيل برضو؟ معلش انا مضطر امشي. تمشي؟ تمشي فين؟ انت هتلاقي قاعده احلى ولا اجمل من دي. ارجوك خليني اخرج. طب استني استني نتعرف. مودي زيكو تعالى تعالى اتعرف. اهلا اهلا انستينا. اهلا وسهلا استاذ سعيده. تشرفنا. تعالي هنا. رايحه فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ خليكي حلوه يا حلو. اصل العيال دي ما بتحبش اللي يزرجن معاهم. خدينا على قد عقلنا والا ناخدك على ملا وشك. طيب مالكم متعصبين كده ليه؟ نتفاهم. طب ده انتوا حتى بان عليكم لطاف. ده انت لطيف قوي وكلنا لطاطيف. هنقعد وقت ملطوف باذن الله. فرصة تانية. رايحة فين؟ تعالي هنا. عيب كده مش كويس عشانك كده يا شاطر. طلعي بقى. معلش حقك علي. ما تكبري مخك بقى. مش هتقدري تخرجي. ده انت بنت لات. لا هقدر هقدر وشرف امك هقدر. ممكن لو تسمح ايديا وجعتني خالص. اهو كده اهو كده بقى. يا حلوة. تعالي يا خديجة انتي جميلة. جايب لي زيكو.
انا بس اعطيكم. جميله يا اخي. كفايه كده. ايه ولا حاجه. هقول لك بس. طب اسمعيني. هعمل لك عمليه ايه؟ سعاده البيت دي شكوى خيديه يا سعاده البيت. طب ده السوق كله يحلف بالبضاعه الساحه الا بضاعه مضروبه. انا ابيع بضاعه سكه حق بطلوده واسمعوده يا خلايا. بضاعه كلها سليمه يا فندم. الحمد لله. ظهر الحق. بتقول ايه يا معلم؟ هنقيد البضاعه اللي في المخزن دي ولا دي بره الدفاتر؟ بضاعه ايه؟ البضاعه اللي ورا الاقفاص اللي في المخزن. شوف المخزن ده وفتشوه. حاضر يا فندم. خربت بيت. الله يخرب بيتك. ها؟ بتقول حاجة يا معلم؟ لا أنا بصبح. بونجور يا أصيلة هانم. المحل وكل البنات اللي فيه تحت أمرك وأمر البيه الصغير. أؤكد لك إن اللي حصل ده غلطة مش هتتكرر تاني. طبعا البنت مش هتستنى دقيقة واحدة. أنا مش هرفضها. أنا رفضتها خلاص. المهم تكوني راضية وما تخليش موضوع بسيط زي ده يضايقك من المحل. حاضر يا هاني. مع السلامة. ايه يا مدام؟ انا عايزة اقول لحضرتك. انتي لسه هنا؟ يا مدام اللي انا عملته ده لازم تعمله اي بنت شريفة. وانا بقى يا روحي هعمل اللي تعمله اي ست غير شريفة. اتفضلي مع السلامة. كده؟ طب من فضلك حسابي. حسابك يا روحي؟ روحي اقبضيه من بنك الشرف. امشي اطلعي بره. بس كده بقى يبقى لازم اوقع لك بالاستلام. سلام. مالك يا بنتي؟ البغبغاء اللي انت بلعب بالعومك مكتوم ليه النهارده؟ فيكي ايه؟ رفضت. انت كمان؟ انا خير بالله. انت كمان دي؟ انت برضو بصرة. ما شاء الله. يعني البطالة زادت اتنين. هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ هناكل منين؟ هنلبس منين؟ يو انتوا شايلين الهم ليه بقى؟ ما هي هدى هي البركة فيها ما شاء الله لسه تشتغل تصرف علينا ونبقى نسدد لها حين ما يصير. يعني ايه ميسرة؟ مش عارف. الساعة 7:30. حاضر يا فندم. حاضر. مع السلامة. اتفضل. عايز اقابل الدكتور حالا. اتفضل استريح. ما اقدرش، البيت تعبانة جدا زي ما انت شايفة. طب لو سمحت. طبعا يا حبيبتي. وحشاني جدا. هشوفك الليلة؟ لا لا لا، ما اقدرش ابدا استنى البكرة. ها؟ دكتور محسن، في برا وحش. لا يا حبيبتي، لا لا، هو معقول انت برضه؟ اقول لك بص، ده انت صوتك حتى في وداني احلى من صوت ام كلثوم. على فكره سمعت الشريط اللي جبته لك ولا لسه؟ دكتور لحظه من فضلك. انا مش منبه عليكي، ما تخشيش من غير ما اضرب لك الجرس. ايوه بس في واحده بره. اللي بره يستنى. وتفضلي دلوقتي، ما تجيش من غير ما اطلبك. ايوه حبيبتي. يا دكتور تحب اترجاكي؟ لا. وعلى ايه؟ ايوه حبيبتي. ندخل يا مدموزيل؟ لا ما تدخلش، تعال معايا. على فين؟ لو عايزة تغير تعال معايا من غير سؤال. كنت فين يا أنسة؟ أنا حاولت أفهم حضرتك بس تفهميني ايه؟ انك بقيتي سمسارة عيانين. يا دكتور دي كانت حالتها وحشة قوي. يا حنينة، أنا بقى ما تنفعنيش الحنية دي. أنت تروحي تقعدي في البيت تخلفي عيال وتحني عليهم زي ما أنت عايزة، لكن كده ما ينفعنيش. يا دكتور أنا أنت مرفوضة، مرفوضة بالثلاثة. يا
احترافات. والبركة فيكم. فينا انا؟ تصرفوا عليا لحين ما يصار. يعني ايه ما يصار؟ مش عارف. على رأي المثل طمعان جبنا له بيت فلا سنج سكن له فيه. وسلامتها ام حسن. يعني هتطلعوا عندال؟ طلعنا خلاص. قصدكوا ايه؟ قصدها تقول ان احنا لا نقدر نصرف عليكي ولا علينا. برضو مش فاهمه. يعني بالبلدي كده سبقناكي. تفدنا. يا نهار يا حوان ترفدتوا؟ بقينا كلنا عشان عليك يا رب. هنعمل ايه في الشقه المفروشه؟ هندفع ايجارها منين؟ هنسكن في شقه ثانيه؟ طبعا. على البلاط. جرى ايه يا بنات؟ اترفدنا وخلاص الدنيا اتهدت يعني؟ صحيح عندك حق. ده اللي بيبعت الشتا بيبعت غطاء. احساسي بيقول لي ان ربنا ده جه مصلحه لينا وبكره تشوف. اترفدنا ما اترفدناش، المهم دلوقتي هنتغدى ايه؟ ايوه فكرتيني، الغدا. صحيح هناكل ايه؟ معاكوا كام؟ انا جنيه. جنيه. وانا 70 قرش. 70 قرش. معاكي كام؟ شيلين. فرحانه؟ على راي المثل اللي مالوش اهل ابو امه الفول والطعميه. سلامتها ام حسن. مباحث يا ست، احنا مش ناقصين بلاوي. هتبيع بالتسعيره ولا لا؟ لا مش بايع وما عنديش خضار خالص. كده؟ طب اطلب لي مكتب مكافحه المخدرات. مخدرات؟ اي فاتح محل عشان تبيع خضار ومش بتبيع خضار، يبقى فاتح ليه يعني؟ منظرك اكيد بتتاجر في الممنوعات. اطلب لي مكتب مكافحه المخدرات. ازيك يا عمو؟ يا عمو مبارك عندي حتى عملت شغال. ازيك يا عمو؟ ايوه يا كابتن. خير في حاجه؟ انتوا طبعا كويسين النهارده في تدريب زي كل يوم، لكن متهيألي اللي بتهيألك صح يا كابتن. طب ايه هو؟ اننا زعلانين متضايقين وبصراحه كده مرفوضين. انتوا الثلاثه اترفدتوا من شغلكم في يوم واحد؟ ايوه يا كابتن، عشان بدل ما كل واحده تعيط على همها لوحدها نعيط كلنا مع بعضنا. لا ده انتوا حظكم من السما. علشان اترفدنا؟ لا لان شركه الطيران طالبه موظفات زيكم. صحيح، انا طول عمري نفسي اشتغل مضيف الطيران. فعلا انتوا هتلبسوا هدوم مضيفات لكن مش هتكونوا مضيفات. ايه امال هنكون ايه يا كابتن؟ هتشتغلوا في الامن. امن يعني ايه بقى؟ يعني هتحافظوا على الامن جوه الطياره من اي تخريب، تستغلوا مهاراتكم الرياضيه في القبض على المخربين، حاجه زي كده. تفتكر حضرتك هيقبلونا؟ ما هو الكابتن طبعا هيتوسط لنا. هو انتوا محتاجين توجيه؟ ده انتوا ممكن تطهروا بلد بحالها من المخربين. كمان ما بتشوفيش؟ واحد لمون. ايه لو سمحت. خليهم اتنين لو سمحت. تطلبي حاجة؟ مش عايزة حاجة من وشكم. يبقى ثلاثة لو سمحت. ثلاثة. ايه؟ ايه بقى؟ عاملة كده ليه؟ قلب ابوزك ليه؟ اسمها شايلة طاجن ستي. شايلة طاجن ستك ليه؟ بقى ده منظر واحدة لسه متعينة مضيفة الطيران، يعني وظيفة ما تحلمش بيها أي بنت في الدنيا. ودي عمايل تعملوها؟ وإحنا عملنا لك إيه؟ لازم تعرفوا ان الفلوس اللي احنا قبضناها دي عشان نشتري بيها لوازم المضيفات، مش عشان نسهر ونتسرمح بيها. وعلى راي المثل القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. وسلامتها ام حسن. يا سلام. هو ده اللي مضايقك؟ ولا يهمك، انا عامله حسابي كويس، عارفه هنصرف هنا كام وهنجيب لوازمنا بكام.
انبسطي يلا انبسطي. شفتي بقى؟ بعدين دي مناسبة خاصة لازم نحكي. يلا فرفش فرفش. مش هفرفش بقى ومزاجي بقى. فرفش ما تمسكنيش النفس. واقول ايه؟ مجوهراتي اللي اسمع شريها. اه ايه؟ سيداتي سادتي الان نقدم لكم نجم حفلنا الليلة المطرب الجديد محمد زياد. دنا 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 عندي وعدي وانا 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 واه يا وعدي. هنوصل في ميعادنا يا كابتن؟ أنا دايما أوصل في ميعادي، مش في الطيران بس، لا، في كله. الله، ريحة ورد، تبقى إيمان.
أجمل وردة طايرة في السماء. متشكرة يا كابتن. على فكرة يا إيمان، أنا من ساعة ما شفتك ونفسي أسألك سؤال. اتفضل يا كابتن. أنت حلوة قوي من زمان. مش فاهمة يا كابتن. يعني لو أنت حلوة كده على طول، ليه ما جوزتيش لغاية دلوقتي؟ مش عارفة يا كابتن. الظاهر إن الرجالة بقت عديمة النظر. قول لهم عن إذنك. في حاجة؟ لا يا كابتن مفيش حاجة. تعرفوا يا بنات، ما كنتش أتصور إن الطيران لذيذ قوي بالشكل ده. لذيذ قوي قوي، مش كده يا إيمان؟ لذيذ قوي. بس عارفين، أنا قلبي بيقع كل ما الطيارة ما بتطلع وكل ما بتنزل. أنت كمان يا إيمان قلبك بيقع؟ أنا قلبي واقع خلاص، بس اللي مضايقني إنه مفيش حاجة حصلت لحد دلوقتي. حقيقي إلا ما حد فيهم مطيب دلوقتي حاطينا قنبلة، ولا حد رفعنا بمسدس، إلا كل واحد فيهم ابن حلال وطيب وحنين قوي. هو مين اللي حنين يا بيت؟ أنا قلت حنين؟ آه. لا أنا قصدي الطيران. الطيران حلو وكويس يعني. الشغل. عارفين يا بنات؟ عارفين أنا نفسي في إيه؟ نفسي كلنا إحنا الثلاثة نطلع على طيارة واحدة. يا ريت، دي تبقى رحلة تجنن. صح يا إيمان؟ يجنن جدا. هو ايه اللي يجنن؟ انا قلت برضه يجنن؟ ايوه. انا قصدي برضه السحاب يجنن، الطيران يجنن، الجو يجنن. ايمان انت عيانه يا حبيبتي؟ انا داخله على عيط، بس مش عايزه اتعالج منه ابدا. بمصيبه، احنا كل ثروتنا محطوطه في تجاره السلاح للمتحاربين. لو انتهت الحروب شغلنا كله هينتهي. واحنا هننتهي. ده عبد السلام امين هو اللي لازم ينتهي. عبد السلام امين، عبد السلام امين. كل الجرايد وكل المجلات وكل محطات الاذاعه والتلفزيون ما لهمش سيره غير عن كلامه وعن احاديثه عن السلام وعن وقف الحروب. والمصيبه ان الناس مصدقاه ومعجبه بيه. مش مهم الناس، مهم الحكومات. الشعوب ممكن تضغط على الحكومات، وفي الحاله دي ممكن كل دولة مشتركة في حرب أو نزاع مسلح تخضع وتبتدي مفاوضات سلام. رصاصة واحدة تخلصنا منه. وليه؟ السلم ملهوش صوت. أو حادثة غريبة تخلي الحكاية قضاء وقضاء. كل دي اقتراحات مرفوضة. قتل شخصية زي عبد السلام أمين هيخلي كل بوليس العالم. يدور ورا سر الجريمة. ومش بعيد يوصل لأسرار تانية هيبقى فيها خطر علينا كبير قوي لو انكشف. المهم عبد السلام أمين لازم يسكت. أكيد في طريقة تانية نسكته بيها غير القتل. إيه هي الطريقة دي؟ حوصل لها. عزة، أنا مطمن جدا، مطمن قوي 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 قوي. صحيح، يعني مش قلقان يا كابتن؟ أي نعم، هي حكاية خطف الطيارات زادت الأيام دي، لكنها لا يساوي وانت معايا في طياره واحده. وده يمنع اي ارهابي انه يخطف الطياره؟ مش هيقدر. اول ما هيبص في عينيك هيسلم ويرمي السلاح على طول. دي مبالغه يا كابتن. عز، انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت من زمان وانت حلوه كده. مش فاهمه. يعني لو انت حلوه كده على طول، ايوه، ليه ما اتجوزتيش؟ بس يا عزة، بس انت كده قطعتي في قلبي. انت كده هتخليني اشك ان الرجاله ما عندها ذوق خالص. حرين. عن اذنك بقى يا كابتن اروح افتش الطياره لحسن ميعاد الرحله قرب. عزة، على فكره، ايوه، انت هتعملي ايه لما نوصل روما؟ روما؟ هاكل اسباجيتي. اسباجيتي؟ يعني المثل بيقول وانت في روما اعمل زي اهل روما. أهل روما بيعملوا إيه؟ حاجات كتير قوي. أنا عارف كل حاجة عنهم ومستعدة أشغل لك مرشد سياحي وببلاش. قلت إيه؟ فرصة تانية يا كابتن. عز، إيه؟ إحنا من فترة صغيرة بنشتغل مع بعض. أيوة. لكن قلبي بيقول إننا بقينا أصحاب. يعني ممكن نتفسح مع بعض، نخرج مع بعض. أيوة. عز، إنت قلبي بيقول لك إيه؟ فرصة تانية يا كابتن، ميعاد الطيارة قرب. الله يبارك. عز،
أنزع. إيمان، لما الواحدة تبقى سرحانة تبقى مالها، تبقى بتفكر في حد، ولما تفتكر الحد ده وقلبها يدق قوي تبقى مالها، تبقى زي هو. انتي دايما قاعدة سرحانة وبتفكري في حد، ولما بفتكره قلبي بيدق قوي. يعني احنا الاتنين دايما سرحانين وبنفكر في حد وقلبنا بيدق قوي. وتفتكري ده سببه ايه؟ قوليلي السبب اللي عندك وانا اقولك السبب اللي عندي. السبب اللي عندي يجنن، السبب اللي عندي يهوي، ده سبب حلو بشكل زي القمر. يا سببي، زي الاسباب. عاملين ايه؟ قاعدين فرحانين تايهين. ايه مالك انت كمان فرحانه وانت رخرة وبتفكري في حد؟ كل ما افكر فيه قلبي يدق قوي. يعني التلاتي زينا باللي ما يتسماش. الله، هو انتوا كمان؟ لما تحكوا لي بقى. احكي لنا انت الاول بعدين احنا نحكي لي. احكوا لي انتوا بقى. قولي. سفر عبد السلام أمين هيخلي موقفنا في منتهى الدقة قدام حلفائنا في المافيا العالمية، وخصوصا إن هو هيقدم للصحافة العالمية مستندات يكشف فيها أسرار تجارة السلاح بين القوات المتحاربة في العالم كله، وهيحدد بالاسم اللي ورا عمليات التمويل دي. يبقى عبد السلام أمين مش لازم يسافر. ده غير بقى إن هو هيقدم أسماء عملائنا اللي بينقلوا السلاح للمواني اللي بيطلع منها كل شحنة. تبقى الرحلة دي مش لازم تتم. أنا موافق إن الرحلة دي فيها خطر علينا، لكن إذا حصل وعبد السلام أمين سافرها يبقى مش لازم يكملها. أنا قلت قبل كده نخلص منه. وأنا قلت قبل كده إن أنا رافض مبدأ استعمال العنف مع شخصية زي دي. ناخد الأصوات. ناخد الأصوات. خد الأصوات. أخيراً طلعنا مع بعض على رحلة واحدة، بس على الله بقى تنتهي على خير. ما عشان تنتهي على خير لازم نفتش الطيارة كويس، لحسن يكون فيها حاجة كده ولا كده تخليها تنتهي فوق. يا ساتر عليكي وعلى كلامك. ليه؟ ما كان نفسي الكابتن يكون هو اللي في بالي عشان أوريهولكم. ودي كمان أمنيتي من كل قلبي. هو أنا نفسي ومن عيني يكون هو. هو أنست يا كابتن. انتوا من امتى بتعرفوا بعض؟ من مدة صغيرة قوي، 5 سنين بس، وعايشين مع بعض من 5 سنين بس، وسرنا مع بعض من 5 سنين بس، وعارفين الراجل اللي عايز يضحك علينا واللي بيسبح بينا ويشققنا لبعضينا. قولي لي يا إيمان، انت حلوه قوي كده من زمان. ايه بتضحك ليه؟ ايه حاجه بتضحك؟ وبعدين يا بنات هنسى
تسيبه كده؟ بشر، احنا لازم نعلمه الادب ونديله درس ما ينساهوش ابدا. ده حواء واحده خرجت ادم من الجنه، واحنا ثلاث حواحيح. اذا فهو مفقود مفقود مفقود. يا ولدي، في حاجه يا كابتن؟ لاول مره انكشف في حياتي. طب ما تخليها اخر مره. يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى كل يوم في طياره خليك على طياره واحده. انا ويبقى لك مطار واحد يا خالي. الله، ايوه، وخليها في كام هليكوبتر كده. مش احسن؟ لا يا اخويا، مش انا يا سي خالد اللي اعمل كده. بصراحه يا كابتن انا خايف عليك. من البنات دول هيحولوك من بوينج 707 لطياره رش. لا يا سي خالد، هتشوف انا هعمل فيهم ايه. في ثلاث بنات هوقعهم في بعض، واللي تستوي وتقع تحت ايدي هسلوها الصبح واشويها الظهر وبالليل ادخلها الفرن. السيد عبد السلام امين، يا ترى رحلتك المرة دي ليها نفس الهدف لرحلاتك اللي قبل كده؟ نفس الهدف، السلام ومحاولة حد النزاع بين الشعوب وانهائه. هل الرحلات دي بتتم بتشجيع من أي هيئة دولية؟ تشجيع من كل إنسان على هذا الكوكب محب للروح البشرية اللي بتحصدها الحروب، محب للحضارة معرضة للفناء والدمار. مين اللي بيهدي الحضارة؟ الناس اللي بيسعوا بين الشعوب بالفتن، أعداء الحياة، أعداء السلام. بس دول بقى ممكن يكونوا أعدائك ويهددوا حياتك. وأنا لآخر لحظة من حياتي هقف ضدهم، أحاربهم بكل قوتي حتى لو كان الثمن عمري. هنزدكم. أهلا وسهلا بك عبد السلام أمين. أهلا. معانا في الرحله النهارده شغف كبير لطعم الطياره. ما انتش خايفه؟ انا من ايه؟ اصل اللي زي وجوده في اي مكان بيكون وراه مشاكل ومخاطر. احنا كلنا فداك يا فندم. تسلمي لي يا بنتي، كلامك انت واللي زيك بيخليني استرخص عمري عشان تعيشوا في سلام وامان انت واولادكم من غير حروب. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا فندم، وترجع سلمى لاولادك. اولادي؟ أنا لسه ما اتجوزتش. كده؟ يبقى إن شاء الله هتتجوزي وتخلفي وأنت مطمئنة إن مفيش حروب بعد كده هتحرمك من أولادك. يا رب. عن إذنك يا فندم. مع السلامة. تأمر بحاجة يا كابتن؟ عايز فنجان قهوة. حاضر يا كابتن. إيمان، اللي حصل ده أنا مش مسؤول عنه، هما فهموني غلط. أنا مشاعري وأحاسيسي معاكي، أرجوكي ما تزعليش مني. حد يقدر يزعل منك برضو يا كابتن. كابتن عايز قهوة، حد منكم بيوديها لي. يا غبروتو، روعين يطلب مننا حاجة؟ أنا اللي هوديله القهوة ولا سمى لا، يوديله القهوة، بس قهوة تكون إيه؟ يحلف بيها طول عمره. اتفضل. شكرا يا إيمان. أهلا يا عزة، لا مؤاخذة، أصل أنا كنت طلبت القهوة من إيمان. وهدى هتاخد الفاضي. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ اصل الحقيقه احنا التلاتة عملنا لك القهوة. انا ما يهمنيش التلاتة، انا يهمني انت وبس. حضرتك تؤمر بحاجة تاني؟ هو يعني مش امر، هو رجاء. اتفضل. تفردي وشك شوية.
هو متني؟ بس ده كتير قوي يا عز. والله وشي وانا حره فيه، افرد واثنين وان عجبك خليه. بصرف النظر عن احساسي بالنسبه لك، فاحنا زملاء ومش معقول كل ما نقابل بعض انا هيك مكشره كده. وطلبات حضرتك لو كنت غلطت انا بعتذر. وبعد ما اقبل اعتذارك يعني نتعامل مع بعض كويس، بلاش كصديق، كزميل زي ما كنت بتعامليني زمان. ليه لا؟ ممكن. عجبتك؟ على الله اكون اتعلمت لك حاجه. اسهل طريقه لقلب الستات الكلمه النعم. اسالنا انا. حطوا لك حاجه في القهوه؟ يا ريت ما حط اسود حبايبي مغلي بالي. اكملها. هدى. نعم يا كابتن. على فكره جالي الجواب. جواب؟ لسه البوستاجي مديهولي دلوقتي وماشي. اه. يعني انسه هدى اعتذر لك بشده، سوف افسر لك كل شيء في اتي او سام. انا هدى الجواب. اسفه يا كابتن عن اذنك. وانتي ناوية تعملي ايه؟ هتقابليه في أتينا؟ أنا؟ لا أنا اتجننت، أحسن يعني تكوني رجعتي في كلامك ولا حاجة. أبدا مش ممكن. بقول لكم ايه؟ احنا من دلوقتي نتكلم بصراحة. أنا ما خبيتش عنكم حاجة. وأنا لو عليا أديله بومبة تطلع من نافوخه. اسمعي بقى أنتي وهي، لو واحدة فيكم عينها منا طول. على عينه، وجع في قلبه. يعني احنا لسه عند كلمتنا يا رجالة؟ ولابد من الانتقام. وانتي يا إيمان؟ انا قلت لكم انا معاكم الاول يوم. يعني يا ست ايمان قلبك ما بيقولش حاجه لا كده ولا كده. جرى ايه يا ست هدى؟ شايفاني هطلع عيله ولا شايفاني هطلع عيله؟ انا لو عليا اقطعه حتت واحطه في اكياس. الوحش ابو قلب قلبي. هو مش حضرتك برضو عبد السلام امين داعية السلام؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا معجب جدا بسيادتك ومعجب جدا كمان بدعوتك للسلام. وفي الحقيقه كنت عاوز اسال حضرتك عن حاجه. اتفضل اتفضل جنبي. شكرا. قربنا نوصل يا فندم. الحمد لله على السلام. الله يسلم. طبعا في حد مستني حضرتك. اطمني. الحقيقه كنت عايز اسال حضرتك سؤال اللي هو بايخ شويه يعني. جمال ده مش ممكن يقول حاجه بايخه ابدا. ميرسي يا فندم. ميرسي. مش عارفه يعني كنت عايزه اسال حضرتك ايه اللي حضرتك بتستفيده من السفريات الكتير والخطب عن السلام والمؤتمرات؟ ويعني ده بيعرض حضرتك للخطر طبعا. هقول لك حدوته صغيره قد كده. يا ريت. كان في شاب صغير وله جد عجوز 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 خالص. فالشاب ده شاف جده في الغيط قاعد يزرع. قال له بتعمل ايه يا جدي؟ قال له بزرع. قال له بتزرع ايه؟ قال له بزرع نخله لما هتدوق بلحها هتتجنن على حلاوته. قال له يا جدي انت كبرت قوي، انت هتلحق تاكل البلح ده؟ قال له شوف بقى اللي قبلنا زرعوا علشان احنا ناكل ونعيش، احنا كمان لازم نزرع علشان اللي بعدنا ياكلوا ويعيشوا. فهمت؟ فهمت انا بعمل كده ليه؟ لا ده انا سالت سؤال بايخ فعلا.
خلاص ناخدين مطار قبرص يا فندم. هنقعد كتير؟ نص ساعة يا دوب ناخد مجموعة الركاب اللي هناك. من فضلك تربط الحزام. شكرا. الحمد لله على السلامة. شكرا. لو سمحت تربط الحزام من فضلك. وصلي. الحمد لله على السلامة. أساعدك؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. وجاري عمل الاحتياط الواجب. الظاهر الرحله دي مش هتعدي على خير. نعم يا كابتن. جاتني اشاره على الطياره فيها ثلاث ارهابيين. ياه، ثلاثه مره واحده. احنا ننظر يا مدموزيل. اتفضلي نبيه على زمالتك يفتحوا عينهم كويس. بقول لك ايه يا كابتن، ريح نفسك احسن هتتعب. وبعدين مفيش ولا واحده فينا هتصدق كلامك المزوق ده. مزوق ايه وملون ايه؟ واحنا فولي ده مدموزيل. بقول لي في ثلاث ارهابيين راكبين على الطياره عشان عبد السلام امين، وانا بحملك كل المسؤوليه انت وزميلاتك لو حصل الراجل ده اي حاجه. اتفضلي. بس انت جويه الله يخليكوا هتودونا في داهيه. انا عندي الحل.
ايه هو؟ احنا نحط لهم اي مخدر في المشروب ونقدمه على انه مشروب عادي، هيناموا زي الاطفال، ونحطهم في السرير نحكي لهم الحدوته لغايه صح. صح يا ماما نجوى. برافو عليك. اتشالتش من عليا. ايه؟ بيعكسوني. عندهم نظر. عليهم ما تخافيش، انا معاكي. مش بقول لك انت والمرحوم فولة واتقسمت اتنين. كان شحن قوي زيك. زيها من فضلك يا أنسة. أفندم. في حاجة في الطيارة. حاجة زي إيه؟ يعني أنا شايف حركة غير طبيعية منك ومن زميلاتك. لا أبداً، طمن، مفيش حاجة أبداً، عن إذنك. كله تمام يا كابتن. تمام إزاي يعني؟ الأمن مستتب في الطيارة يا كابتن. السلم؟
الامن مستتب يا كابتن، وعشان ما يبقاش مستتب يحصل ايه؟ الارهابيين يفجروا الطياره. يلا اتفضلي انت وهي، تعبوا تصرفات الركاب، واي تصرف غريب من اي راكب اتصرفوا معاه فورا، فاهمين؟ خلاص اتصرفنا. نعم، مش الرساله بتقول ثلاثه ارهابيين؟ هما فعلا كانوا ثلاثه وخلاص خلصنا منهم. ايه اللي بتقولوه ده؟ ايه اللي حصل يا كابتن؟ قبطوا على الارهابيين وشلينا حركتهم لوحدهم. حضرتك مستهتر بينا ولا ايه؟ انتوا مش بتقولوا ان المراه جنس ضعيف؟ هي صحيح بتبقى ضعيفه بس بمزاجها، وقت الجد بتبقى 100 راجل. طبعا اذن 100 راجل. برافو يا بنات. لا ازيك يا فندم هدى. برافو يا هدى. ده بيهميها دلوقتي. اقدر اقول بكل ثقه انك نجحتي في المهمه اللي تعينتي عشانها. خايف اللي بيحصل، وكنت عاوز بنت الوحدانية تشتغل الشغلة دي. انا فخور بيكي. فخور؟ هو بيشتغل ايه ده بالظبط؟ خليكم مراقبين، واول ما نوصل مطار اثينا سلمهولي وانا هقوم بالباقي. هو كمان؟ لا 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 لا، امنا نزلنا الطيارة دي. سيبني. عشان حضرتك تطمن هيفضلوا نايمين لحد ما نوصل اتينا. انت متاكده ان هم مش هيفوقوا؟ لو تحب نكتفهم ممكن. لا 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 لا، انا مش عايز اي حد مركب يحس باي حاجه غريبه. ودي ارهابيه برضو؟ لا دي طفصه شربت العصير بالغلط. اعمل الطيب. ارهابيين في الطياره، وضعت خطه سريعه لحصارهم وشل حركتهم، وبالفعل في ساعه الصفر تم القبض عليهم ومحاصرتهم ووضعهم تحت الحراسه. ولا انسى طبعا فضل ومجهود وبساله وشجاعه واخلاص الانسه ايمان وزميلتها في الشركه المضيفات الانسه عزه والانسه هدى. وانا من هذا المكان بعلن انني ضد الارهاب والارهابيين في كل زمان وكل مكان. الإرهابيين الذين يهددون أمن الناس وسلامة الجنس البشري. عن إذنكم أنا لازم أنصرف عشان أستريح للرحلة اللي جاية والإرهابيين اللي جايين. ورايا يا بنات. حاضر يا كابتن. اتقبض عليهم. عبد السلام امين ايه يا غبي؟ الرجاله الثلاثه بتوعنا اتقبض عليهم. اتصرف، حطلي رجاله غيرهم بسرعه. هخطف المضيفات واحجزهم عندي لغايه ما يفرجوا عن الرجاله بتوعنا. لازم نخرجهم بسرعه قبل ما يتكلموا ويكشفوا التنظيم بتاعنا. Thank you.
باين عليك مستني حد. فأكيد هتستنى كتير. إن شاء الله. يعني هنسيبه ملطوع كده يا حرام؟ حرمت عليه عشته. فالح بس يضحك على بنات الناس ويفهم كل واحدة فينا انه بيحبها. ولا ما يكونش صعبان عليك يا ست ايمان؟ ها؟ ابدا. وهيصعب عليا ليه؟ امال ايه يا اختي الحنية اللي دلدقت من حضرتك فجأة كده؟ لا يا جماعة دي مش حنية، دي خطة. خطة؟ يا سلام يا واد انت يا مفتح يا مخطة. ها افهموني بس يا جماعة انا بتكلم جد. دلوقتي احنا مش ثلاث بنات لوحدينا في بلد غريبة، يبقى لازم يكون معانا راجل. ولازم ليه يا حبيبتي؟ عشان 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 هنخرج نتفسح نشتري حاجة محتاجة، يحصل لنا أي حاجة يبقى لازم يكون معنا راجل يحمينا. يا سلام، يا ريت بقى لو كان مثلا زي كابتن حسام مثلا، يعني مثلا مثلا. لا معلش يا ست إيمان، إحنا نقدر نحمي نفسنا كويس، ولا أنت عندك شك في كده؟ أظن أنت عارفة إن وقت الجد بنبقى متراجل. ها يوه، خلاص خلاص خلاص، أعوذ بالله، ده كان مجرد اقتراح. أنا قلت يعني نكسب صواب في الراجل بدل ما هو قاعد زي جيم كده. مش بقول لك حنينة أوي؟ يوه، هي الواحدة بتعرفش تقول حاجة قصادكم؟ أهو عندكم إن شاء الله تقطعوا شاورما. شاورما؟ شاورما؟ زي ما ايمان بتقول كده، مش طالب غير فرصه، فرصه اثبت لكم فيها حسن نيتي وانكم بالنسبه لي زي اخواتي بالظبط. قلتوا ايه؟ قلنا يصلح الله يا كابتن. انا حافظ اتينا صم، هلففكم شارع شارع. متشكرين يا كابتن. خلاص بعدين ما تتعبش روحك معانا. ايوه يا كابتن، خلاص بقى اطلع من نافوخنا، مش كل ما نروح حته تتحنجل لنا كده. يلا يا بنات، يلا يا بنات، يلا يا بنات. يا جبان، مين بجد يا مظلمة؟ العبوا مع بعض.
كعيب رجليا مش بلش من المشي. مالك بقيتي طريقه الخاصيه كده كده بقى؟ احسن لك تقعدي في البيت تطبخي مفتاحه ومحشي وتربيه في العيال. كده بقى جزا خدكم تكلموني كده زي ما اكون ملكه ابوكي. امشي بقى قدامي. انت فاتح يا جدع انت؟ الله، حضرتك بتتكلمي عربي؟ اوه الجدع ده مش هو اللي فعلا هو اللي تمام هو اللي عايز مننا ايه يا جدع انت؟ ماشي ورانا ليه يا جدع انت؟ ها؟ انت حرامي؟ ولا تكونش مخبر؟ يا جماعه افهموني، انا كنت ماشي وراكم عشان ايه؟ عشان نتعرف. ونتعرف ليه؟ وبمناسبه ايه؟ حسيت انكم اغراب ويمكن تحتاجوا مساعد، ولما اتكلمتوا عربي دلوقتي عرفت انكم بلديات. وعايز ايه يا بلديات؟ اصلي ما اقدرش اسيب امارات زيكم يمشوا لوحدهم في بلد غريب. تقدروا تعتبروني من دلوقتي زي شويش كلب حراسة. حد عايز كلاب يا جماعة؟ احنا مش عايزين كلاب، ولو عايزنا كلاب هنبقى نشتري كلب أصيا. طيب الغدا مش هتتغدوا؟ هو انت مش تاني؟ في مطعم في بري بيعمل سمك انما هايل، تبقى القعده كده والسمك قدامنا في الميه بيبلبط. بقول لك ايه يا جدع انت؟ ما تروق احسن، بدل ما خليك تبلبط في الميه تخليك تبلبط في دمك. ده لو عنده دم ولا تحب تشوف في نفسك؟ ها تشوف في نفسك؟ الله تعالى هنا. طيب على ايه؟ طيب احسن. لا لا سيبوني انا بقى. لا لا مش عينك ولا امر علينا؟ مظبوط. وبعدين الشاب حتى ما قالش قد بخار. هو لطيف جدا وانا كنت بهزر معاه. يلا يا بنيوتي. انت مش عازمنا على السمك يا منولي؟ انا بموت في السمك يا كوستا. خدني معاك. سلام على مصر وبنات مصر وسهرات مصر. ايه انتوا مش معايا ولا ايه؟ طبعا معاك. فعلا معاك. تمام معاك. انا تعرض عليا اتجوز بنات من اكبر عائلات اسينا. أوه؟ لكن انا مصمم. لكن انت طبعا مصمم على تشجيع صنيعات في مصر، واكيد مش هتتجوز الا واحده مصريه، وهي حبذا بقى لو كانت مضيفه طيران. يا خبر، وعرفتوا ازاي يا ابني؟ دي اصلها اسطوانه مشروخه وحفظناها صم. كان غيرك اشتر يا بابا. الحق يا بنات، الكابتن نزل على الرنوي. يا نهار احوس الراجل ده بسرعه تروح. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اخرس ولا يهمكم، انا هديله دراخمه واروحه. روح. بقولك يا ابو الله، ما
تاني يا ابني. يا اخي ما تركن على مهلك. يلا جاي اهو. طب استنوا ماركن العربيه واجي معاكم. اتأخروا يا ريس. أكيد في حاجة عطلتهم. لا يكونوا حسوا بحاجة وهربوا. لا أنا متأكد إنهم جايين في السكة. اطمنوا مش هيفلتوا من إيدي أبدا. عندك حق الفكره مش بطاله كده جد ولا ايه؟ بجد يا اختي ولا هزار؟ السلام عليكم. بتدخلي ليه؟ كتفك يا والدي ده احسن عندي حاله صحيه. مؤاخذه فوتو ده ايه؟ ايه ايه فوتو ايه بجد ولا ايه؟ مين هو ده؟ الراجل ده الراجل ده انا شفته قبل كده. اي وانا كمان شفته. يا ترى فين؟ فين فين فين؟ هيكون فين يعني؟ في الديسكو. شفنا في الطياره طبعا. في الطياره. طياره. بتاع الطياره. تبقى انت رئيس العصابه. بقول لك ايه يا شاطره انت وهي؟ انا مش عايزكم تدخلوا روحكم في مشاكل انتم مش قدها. بالظبط يا فندم. احنا مش عايزين ندخل روحنا في مشاكل احنا مش قدها. عشان كده هنخلي السواق يرجعنا مكان ما جابنا. ودي تيجي. انا هوصلكم بعربيتي. متشكرين يا اخ. احنا هنروح لوحدنا. هنركبوا معايا بالذوق. ما تخلونيش استعمل معاكم العنف. جرى ايه يا جدعان؟ تقعد تتفرج علينا؟ شيت بلدياتنا اللي هتحمينا؟ اركبوا بالذوق احسن لكم. طلعت مع البي ولا ايه؟
روحي هناك اخرسي. سيبهولي ربنا يحميكم العين. اتفضلوا معايا. بصراحة يا كابتن لولا انك طيار كنت افتكرتك مؤلف روايات. حضرتك متصور ان كل اللي قلته ده كذب؟ العفو يا كابتن، بس النقل ده كان بالقوة تحت تهديد السلاح. انهي سلاح؟ سلاح العيون القتالة ولا الابتسامة الفتاكة؟ يا حضرة الضابط اللي حصل ده اللي حصل ما هو الا مغامرة من مغامرات الشباب اللي بنسمعها كل يوم. ثلاث بنات قابلوا شاب وفضلوا يمضوا يوم معاه. مسألة عادية جدا. وأكد لحضرتك إنها مش مسألة عادية. هي ما تبقاش عادية لو كنت بتحب واحدة من البنات دول. أنا هحب واحدة منهم. والغيرة يا كابتن بتخلي الواحد يتهيأله حاجات كتيرة. يا فندم أنا بأكد لساتك البنات اتخطفت. وبصفتك مسؤول الشركة هنا أنا بحملك مسؤولية أي حاجة تحصل لهم. أيوه هتصل بالسفارة، ولو ما صدقونيش هتصل بالبوليس الدولي، بالأمم المتحدة. المهم البنات دي ما يحصلهاش حاجة. يا حضرة، انت يا حضرة يا استاذ. استاذ انا يا استاذ. امال هي بتكلم الحيطة؟ لا عيب، ساعات البيه يزعل. بيه؟ ايوه انا بيه. يا ساعات البيه ممكن تقولينا احنا هنا ليه؟ انتم هنا عشان هما جابوكم. ما شاء الله نبيه. وحنفضل متونسين بوش حضرتك السمح ده لامتى؟ سمح؟ وشي انا حلو. يو انت هتفضل تتاخد كده من كل كلمه؟ ما ترضي يا اخويا على البنايه وتقول لنا هنفضل هنا لامتى؟ لحد ما يسيبوهم. يسيبوا مين؟ اللي ما سبتوهم. في الطياره؟ اه هما هيكلموا البوليس، لو سابوهم هنسيبكم. بس دول ناس مجرمين، كانوا عايزين يخطفوا الراجل. ده شغل. شغل؟ شغل ايه؟ ده انسان محترم وهبى نفسه لقضيه السلام والدفاع عن ضحايا الحرب ضد تجار السلاح الذين كانوا فيه. حيلك انت فاكراه فاهم حاجه من اللي بتقوليه ده؟ بصله كده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بقه ناقص له غطا ويبقى حله. يا رب. ايه مفيش فايده منه. اسمعوا يا بنات، احنا لازم نلاقي طريقه تخلصنا من المصيبه دي. مش كنا سمعنا كلام الكابتن؟ تاني كابتن؟ يو وانا غلطت في حاجه؟ لو حنين زي ما بتقولي وقلبه علينا كان مشي ورانا وعارف اللي جرانا. مش يمشي ورانا ساعة الهلس وساعة الجد يزوق. ومال حتى يبقى اسمه الرجل الغامض، مش انتوا برضو بتحبوا الغموض؟ يا خبي فكري بقى اكتر من الخيبه اللي احنا متخيبين فيها. يوه سيبونا من الكابتن وسيرته، فكروا ازاي هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي. الشطرة اللي هتحلها. دخلنا في رمضان والمدفع ضرب والفوازير ابتدت. قولي في ثلاث بنات حلوين وعلى ثلاث كراسي مربوطين وبيحرسهم راجل لوح طويل وتخين، يفكهم ازاي؟ هو لوح بس دمه خفيف.
خدي على جماله يا اخواتي. وابتسامته حلوه. انا مش سايب غير صفين لوري. وبعدين ايه هو ذنبه ايه؟ ده طفل بريء غلبان. هما قالوا له احرس البنات فهو بيحرس البنات. يعني يا عبد المأمور احنا بقى هنخليك المأمور ذات نفسيته. قوم يا راجل فكنا وسيبك منهم. لا 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 يا ايمان لا. ان اردت ان تستطاع فامر ما طاع. صح وبعدين هو هي كل الحكايه احنا طالبين من حضرتك انك تقوم تفك وسطنا عشان احنا ما بنعرفش نمشي الا بوسطنا. ايوه ايوه وحياه ابوك. اولنا من على الكراسي المحنطه دي نفرد رجلينا شويه وبلاش ايدين. اوكي انا موافقه. بلاش ايدين انا اوكي من عندي. وبعدين حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره. سلامتها ام حسن. بس مش هقدر افككم انتوا الثلاثه مره واحده. ده انتوا شياطين. افككم واحدة واحدة. ايوة ماشي براحتك. يبقى انا اقصر واحدة فيهم يبقى انا الاول. ايه لا انا اطول واحدة فيهم يبقى انا الاول. عزة هدى ها انا الاول. حاضر حاضر اتفضل حضرتك. لين لين شو اكرم ملائكي الحلال. ربنا يخليك يا رب يا رب. ما انفده كده ليه؟ يا سلام. ايه حسب ايه يا ايمان؟ هتصب مصيبه جايه له. يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على باله. يا لطيف يا لطيف. سلام 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 غير العيلة وات ما عرفش لا كده ولا كده ولا كده. يا القاه ولا ليا اصحاب اصحاب علي المهية من الرفع على العلاوة على الانفاق. بس دي كانت حدوتة قبل النوم القتها عليكم المشاغبات الفاتنات. يلا كله ينام. هدى ها نام. عزة نامي. دلوقتي بخير لكن بعد كده انا ما اضمنش. المطلوب منك انك تخليهم يفرجوا عن اللي قبضوا عليهم في الطياره. انا ما اقدرش اوعدك بالافراج عنهم. ارجوك تسمعني. طب انا عندي حل. ما هم مش من سلطتي. طب ممكن تسمعني؟ سيبوا البنات وانا مستعد اجي بدلهم.
انت ما تسويش ثلاث بنات، انت بالكتير تسوي بنت ونص. الله يكرمك. طب ممكن ثانية واحدة معايا؟ الو الو قبل يحصل. كان مهم قوي تتابعهم ونعرف مصدرهم. ده كان بيقول انه عايز اتصلوا بينا زي ما اتصلوا بيك، عشان كده انا جيت لك. وانا ممكن اعمل ايه بقى؟ قول لي على كل حاجة. ما انا قلت لك قبل كده، قعدت تقول لي حب وغرام وغيرة. الشاب ده تعرف شكله؟ اه طبعا، طويل واسمر وكعبه محني. تعرف نمرة عربيته؟ يا حضرة الظابط، انا قلت لك على كل اللي اعرفه، وبدل ما اتعملت حقق معايا كده، ارجوك تدور عليهم قبل ما يحصل لهم حاجة. يا جميلة انتي، طعم طعم والله، حتى هو مسك السلاح طعم. يا حبيبتي ميلي 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 فعلا زي فانسونج. يا طعم عايزاش عينيا زي العسل. انا جاي شوية. يا دي المصيبة يا صابة، وصل. يلا نشوف باب تاني بسرعة. ايه ده؟ ايه اللي عندك كده؟ وفين البيت التالتة؟ حضرتك بتسأل عليا؟ انت وهو اهلا بزعيم العصابة، اهلا برئيس العصابة، اهلا بعمية العصابة. ورايا يا بنات. شجاعة مهمة يا عيني، أدينا المهمة، عمل لعمل
ايوه مكتوب في التأسي الشخصية ان انا انسانة عاطفية مرسوم الحب على جبيني وبحس بقلب محبيني مرسوم الحب على جبيني وبحس بقلب محبيني في حرارة الصيف انا زي السيف وبدوب من نظرة رومانسية ما شاء الله فيكوا الطويلة أيوه أنا فيكوا القصيرة وفيكوا بين البنين مش عارف لا 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 لازم تعرف يا كابتن على كل إن إحنا مش مستعجلين بكر على مهلا والله يعني على العموم أنا لا 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 إيه إحنا فكرنا لك خلاص يا كابتن هتتجوزنا إحنا الثلاثة قلت إيه نبارك Thank you.